وأيضا جاء في مجموع الأوراد الكبير الصفحة 117 إلى 119، كلها شغل بتاع جن وسحر وشياطين. ده كتاب الختمية، أعظم كتاب عندهم مجموع الأوراد الكبير. قال ودي الدعوة البرهتية المأخوذة عن سيدي السيد محمد حسن الحسن مرغني، دي الأوراد بتاعتهم. شوف شغل جن وشغل سحر، هي اثنين كرير، اثنين تتلية، اثنين طوران، اثنين مسجل، اثنين بسجل، اثنين ترقبن، اثنين برهشن، اثنين غلمشن، اثنين خوطير، اثنين قلنهود، اثنين برشان، اثنين كظهير، اثنين نموشلخ، اثنين برهولية، اثنين برشليخ، اثنين قرمزن قزن مزن، اثنين أغنالاليط، اثنين قبرات قياهية قديهولية، اثنين شماخر شماهاهير شماهاهير، هو رب النور الأعلى، الرب بتاع النور الأعلى بتاع الطريقة الختمية، هو شما، هو شنو قال؟ هو شماهير، ده رب النور الأعلى بتاع الختمية. لأن الناس دي ربهم اللي بيعبدوا، ماذا الرب اللي بيعبدوا المسلمين؟ الله سبحانه وتعالى. ده هم اللي قالوا، قال لك شماهير هو رب النور الأعلى، غيطال غيطال غيطل، فلا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذي لا إله إلا هو عند الختمية، وهو رب العرش العظيم عند الختمية، غيطال غيطال غيطل. أنتوا لقاكم كفر أكبر من ده يا جماعة؟ دي الطرق الصوفية، وده السحر والدجل والشعوذة عندها. دي الصفحة 117. الصفحة 118 استغاثة ونداء لهؤلاء الجن ولا الشياطين ولا جابينهم من وين ما بعرفهم، بيدعوهم من دون الله. قال أجب أيها السيد طحيا طمغي ليال، هيا ألواح يا ميطارون. فبعد ما يدوك الأوراد بيدوك حجاب الصوفية عشان تكفر مرة واحدة. شفت كيف؟ زي الحجاب ده مثلا، ده حجاب أكبر من الشوال بتاع الخيش طولا، شفت كيف؟ وداس يلبسوهين ذاته ولا يخيطوه جلابية ولا يعملوا سروال. المهم شو الحجاب ده كبير كيف، والحجاب ده برضو شغل شياطين وشرك بالله، بل فيه تحريف للقرآن، فيه تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني ده شغل عجيب جدا. قال مثلا هنا، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتك، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتك، وهنا قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تك. هنا فوق شفت كيف، هنا فوق الكلام ده كله. هذا كلام يا جماعة، والله كلام عجيب مرة واحدة، ده كلام عجيب مرة واحدة. وده الشرك من جميع النواحي. الناحية الأولى إنه الحجاب اللي هي التميمة في الشريعة تسمى ده شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. الناحية الثانية إنه فيه تحريف لكتاب الله وللقرآن، وده شغل اليهود برضو. يعني شوف شغل الصوفية ده كله شغل يهود، كله شغل يهود، لكن هم زادوا ضلال على ضلال اليهود بالمناسبة، لأن اليهود قالوا عزير ابن الله. وأي شيخ طريقة صوفية، شوف كم طريقة صوفية، أي شيخ طريقة صوفية بيقول هو إله مع الله سبحانه وتعالى، زي ما قال البرهاني محمد عثمان عبد البرهاني، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. زي ما قال شيخ القادرية، قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. ذهبوا بعد ذلك فحرفوا كلام الله سبحانه وتعالى في التمائم بتاعته، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تك. ده كله كفر، وده عمل اليهود. ربنا قال عن اليهود شنو في القرآن؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى معا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.